مرحبا، أهلا بكم، وأهلا بجزداناتكم، وأهلا بجوبكم، وأهلا بالكاشيات الضامين جواها الفلوس، وأهلا بالحدائق مالتكم اللي دافعين بيها الذهب والفلوس، وأهلا بالمخدات اللي ضامين جواها الفلوس. تفضل تفضل أستاذ، عندك سؤال حول أي شيء يتعلق بالأموال؟ رحب بيك أستاذ أحمد أبو العملة. لا عفوا، أكو خطأ، أنا مو أحمد أبو العملة، أنا أحمد أبو العملة، يعني أبو الدقات وهذا السؤال، لأن عمايلي هواي فسموني أحمد أبو العملة، أحمد أبو الدقايق، أحمد أبو العملات، فأحمد أبو العملة، أحمد أبو العملة، هالأيام صار كله على موضوع الدولار فسموني أحمد أبو العملة، ما يدرون مو بالتعرف تمي كتب لك واحد ماكو تشكيل بالحركات فعبالهم أحمد أبو العملة. تفضل أستاذ. يا ريت تحكي لنا وتحكي للناس جميعا عن سبب ارتفاع الدولار. أنت عراقي؟ نعم. للأسف عراقي يسأل عن ارتفاع قيمة الدولار. الدولار أستاذ هل هو ابن البيت لو هو وافد من الخارج؟ وافد من الخارج يعني ضيف. نعم. والعراقي شنو معروف عنه؟ يكرم الضيف لو لا؟ يكرم. يعلي من شأنه لو لا؟ طبعا. يعلي من قيمته لو لا؟ إذا ما يعلي من قيمته أروح. لا لا أستاذ، لا أروح، خليك، يعني لازم يعلي من قيمته. إذا شلون عراقي وتسأل ليش الدولار اللي هو غريب طاب علينا من قيمته؟ أستاذ هذه جزء من كرم الضيافة، لازم نعلي من قيمته. أستاذ يروح هناك له شو يقول؟ ما علّوا من قيمتي؟ تقبلها انت؟ اذا تقبلها اروح. لا لا ما اقبل. لا اروح، ما اقبل. اذا تقبلها انت شكلك. شكرا جزيلا استاذ، تفضل. سؤال اخر. العفو استاذ احمد ابو العمله، نعم، ممكن تقول لنا ليش الدينار العراقي سابقا كان اقوى من الدولار؟ سابقا، نعم. طبعا اخوان انا احب اقول لكم انه هذه وحده من اسباب فشلنا احنا في العراق اللي يتكلم بيه الاخوان، يتكلم لي بالسابق والنظر الى الماضي شنو اولى خطوات الفشل، وهذا اللي مخلينا ايش صاير بينا. يلتفت 24 ساعة، الدينار كان بثلاثة دولار، المدري شنو كان بهالقد، حليب عمار، مدري نسرة عمار، مدري فريندو، مدري شنو، تلتفتون ليش؟ ليش تلتفتون أستاذ؟ عندك المستقبل ابنيه والحاضر هو تبنيه، تلتفت للمستقبل تحذر، ترى اللي يتعثر، شلون الشاعر يقول اللي يتعثر يلتفت للماضي، أنت التفتت للماضي أستاذ، ما جيت تقدم أصلاً أستاذ. أدعوك إلى 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 أن تفكر بالمستقبل قليلاً. فكر بالمستقبل ستجد الحل. الالتفات إلى الماضي أولى خطوات الفشل. شكرا جزيلا أستاذ. بعد لا تجيبها سيادة الماضي. أستاذ الماضي أسود. سيادتك الأسعار رح ترتفع والسلعة تولع نار، شنو رح تسوون؟ هاي فوقها جزاتنا، هاي جاي تعاتب جزاتنا النوب، جزاتنا النوب. يعني معقولة إحنا جاي تقولين ليش هاي فوق ما جاي نجيب لك الأسعار مولعة نار من قاعها؟ بدل ما نجيب لك الطماطم نجيب لك إياها طماطم حميسة مباشرة. حميسة جاي تجيب لك. يعني فوق المفروض تقومين تقولين أستاذ أشكرك، الطبخ صار علي سهل، أنا قبل كنت أواجه مشكلة، البيتنجان يجيني مشوي، ست هذه لتقليل صرف الغاز الطبيعي اللي جاي نصرفه بالهذا. لا في خطة اقتصادية إن شاء الله بالمستقبل القريب إن شاء الله ممكن أن تشوفين الأسعار إن شاء الله ممكن تخلي الدهن موجود. زين سيادتك انطينا وقت إنه شو وقت رح ينزل الدولار؟ أكيد رح ينزل الدولار، أكيد رح ينزل الدولار، وهذا واحد من عندي وقت شاربي زينة صح، بس أكبر ما عندي مشكلة راح ينزل الدولار، بس تدرون يمتى؟ لا تدرون يمتى؟ من أصرف هاي الشدة، من أصرف هاي الشدة إن شاء الله، وأصرف وياها الشدات الثانية الموجودات بالبيت ونربح بهن أنا وجماعتي إن شاء الله راح ينزل الدولار، وساعتها نشوف شنو وضعكم. تفضلي ست، من عنده سؤال على الدولار؟